مصر ولكنها طلاب مصر وتحديدا طلبة جامعة عين شمس اللي بيؤدوا وبيقوموا بنشاط تطوعي مهم جدا لإعادة البناء ولتحقيق التنمية. اسمحوا لنا نتعرف مع حضراتكم على هذا النشاط وهذه الحكاية المصرية. العمال والطلبة قيمة المكان تتحدد بعمره وبمن عاشوا فيه من الآباء، وقد تأتي أجيال من الأبناء فاقدة القدرة على الإحساس بعظمة المكان، ثم تأتي أجيال واعية تدرك قيمة المكان فتقرر نفض الغبار عنه وإعادة البريق إليه. الشباب الواعي هو شباب صيف عين شمس، والمكان هو بيت زينب خاتون. احنا منظمة عالمية موجودة في اكتر من 40 دولة، موجودة في اكتر في مصر هنا، موجودة في اكتر من 24 جامعة، وافتخر ان انا من جامعة عين شمس لان هي كانت موجودة في اول جامعة في مصر، هي جامعة عين شمس. احنا منظمة بتهتم بالمجتمع وتنميته وخدمة المجتمع من خلال ثلاث جوانب: الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. قررنا ان احنا نخلي الشارع ده يبقى يليق بالمكان الحضاري اللي قدام اللي هو زينب خاتون وغيره، فقررنا ان احنا نعمله حاجه زي اوبن ميوزيوم، متحف مفتوح، من احنا بننظفه وبعد كده نبتدي نرسم على الحيطان بتاعه الشارع بس، وبعد كده بنحلم بقى ان احنا يعني يبقى مصر كلها زي الشارع ده، يا ريت يعني. جات لنا الفكره دي ان احنا نبدا ناخد يعني اكشنز في الفكره دي وننظف الشارع ونبدا نعمله معرض مفتوح ونعيد احياء التراث. إذا كان شباب صيف عين شمس قرروا تجميل الطريق المؤدية إلى بيت زينب خاتون، فعلينا جميعا أن نساعدهم ونعمل على حل المشكلات التي تواجههم. احنا أول ما جينا الشارع هنا واجهتنا شوية مشكلات باختصار شديد. أول مشكلة طبعا كانت المشاكل المادية بالنسبة للماتيريالز نشتغل بيها، أو الدهانات أو مثلا الأسمنت والحاجات اللي بنجيبها دي كلها جايبينا بالتكاليف بجهودنا الذاتية، مفيش أي حد قدم لنا تبرعات ولا مساعدات ولا أي حاجة. تاني مشكلة طبعا بنتكلم عليها مشكلة الناس هنا تقريبا موجودين في الشارع، ان احنا اول ما جينا ما كانوش طبعا مصدقين ان في حد ممكن يعمل عمل زي كده تطوعي من غير مقابل، بنناشد بس اي جهه حكوميه او كده ان هي تسهل لنا عمليه التصاريح او تسهل لنا يعني الشرعيه ان احنا نشتغل في الاماكن زي دي من غير ما مشاكل تقابلنا، من غير ما حد يقول لنا الرصيف ده تبع منطقه حكوميه تبع مش عارف ايه بس. فهي دي تقريبا المشاكل اللي بتقابلنا، بس يعني لحد ما يعني طول ما احنا شايفين هدفنا ومصممين عليه يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نحققه. تنتهي المرحله الاولى من مشروع بيت زينب خاتون بانتهاء تجميل الطريق المؤديه إليه، ثم تبدأ المرحلة الثانية من المشروع. البيت موجود في وسط بيوت زي بيت السحيمي، بيت الهراوي، الكلام ده كله ده داخل تبع هيئة الآثار ووزارة الثقافة، مهتمين بالبيوت دي قوي. ده البيت الوحيد اللي يعتبر في المكان ده هو اللي مش مهتم او مهمل تقريبا، فاحنا فكرتنا جت ان احنا بالبيت بدل ما هو مهمل ان احنا نعمل فيه حاجة تزود السياحة وتنطق البيت شوية ونطلع منه للبيوت التانية نبدأ نعمل فيه نفس الموضوع كسستين للبيت. كثيرون يتكلمون بعد ثورة 25 من يناير عن بناء الوطن والعمل من أجل تجميله. شباب صيف عين شمس أدركوا الفارق بين الكلام والعمل، وكان مشروع بيت زينب خاتون هو خير مثال على عمل شباب مصر الواعي. عمرو أحمد، صباح دريم. شكرا جزيلا عمرو أحمد على التقرير المتميز. وبالفعل زي ما قال عمرو، الشباب أدركوا الفرق بين الكلام والعمل، والحقيقة أنه حتى من خلال كلامهم في إشارات كبيرة جدا. الشباب والشابات بيقولوا قررنا ان احنا نجمل الشارع، قررنا ان احنا نخلي الشارع يليق بالاثر الهام وبيت الموجود فيه بيت زينب خاتون، وبنحلم ان مصر كلها تكون زي الشارع ده اللي احنا قمنا بتجميله وبتزيينه. يعني قررنا وبنحلم وتكررت اكتر من مره، دليل رائع على انه الشباب بالفعل عنده القدره على اتخاذ القرار وعنده القدره على تنفيذ هذا القرار. وشاب من الشباب بيقول
قررنا ناخد اكشنز على الرغم ان هي يعني دمج فرانكو اراب ما بين العربي والانجليزي، ولكن كويس في قرار وفي تحركات حقيقيه على الارض، في اكشنز فعلا مش بس مجرد كلمات رنانه. كلام جميل ورائع ومهم ومفيد، ولكن الكلام وبس اعتقد انه كتير بيتحول الى ملل وثبوت في المكان وثبات في المكان. صيف وشباب صيف وتحديدا شباب جامعة عين شمس قاموا بشغل رائع، ونتمنى ان هم يستمروا فيه، ونتمنى ان يكون هناك مزيد من التكرار لمثل هذا النموذج. جهد وحماس وقدرة وقرار وحلم الشباب المصري. في النهاية اهدينا بكرة صباح كريم.